يا جماعة أنا بحذركم، إذا ما نجحنا ترى بصير فينا كذي. إيه والله صوت يا حمود. إيه والله شوف عيونه شلون من دمت. ها؟ لا 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 من دمت ولا شيء. هذه الأغنية اللي ما أحبها، أنا ما أدري إيش حقه يحطون الأغنية هذه وإحنا الامتحانات ما بدت بعد. أبوي كله يقول هذيلا ما عندهم تنسيق، أي شريط يقول بمكتبة يحطونه. إي والله صاد يا حمود. إيش رأيكم نسوي مراجعة باكر؟ بس أستاذ صالح باكر الامتحان شو نسوي؟ باكر 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 صار أسبوع يقول باكر. أنت البطل افتح إيدك أبي أطقك. بس صالح أنا ما سويت شيء. لا تقول البطل. صار صالح يقول علينا ونبيع ونتشرد بالشوارع. أمانة خليك معانا ما تضيع مستقبلنا. صالح أمانة خليك معانا. أنا أصلا ما بيكم تدامون، بس كم مرة قايل لكم لا تقولوا حق أهاليكم هالكلام هذا. يلا مراجعة المنهج من الأول إلى آخر، طلعوا كتبكم يلا بسرعة. زاك صصاح ماذا عازك يا زلمة؟ ذبحنا الناظر هذا، تقول ما فيها المدرسة غير صصاح عليه. الله يستر، شكلنا راح نفوت الامتحان واحنا مو راجعين. إي والله صدق يا حمود. والله صراحة كل واحد عارف قدرته، ولازم يعرف شلون يضبط روحه، والله. وأنا عن نفسي ضامن النجاح. أنا لازم أقدم شكوى على أولياء الأمور. أي أولياء أمور؟ أنت إيش قاعد تخربط الناظر؟ أنا ما درست وتخرجت علشان أدرس أطفال، وأشوف هذا جايب قلم رصاص، وهذاك مو جايب مسطرته، وهذا برايته مكسورة، هذا شنو؟ حبيبي أنت مدرس ابتدائي ولازم ترضى بالأمر الواقع، ورجاءً ما أبي أسمع قصتك. تسمعها غصباً عنك، أيام الدراسة كان وياي واحد من الربع تخصص الزراعة، وكان يعتمد على البراشيم، تدري وين الحين؟ تدري وين الحين؟ تخرج وصار رئيس قسم الكيمياء في مدرسة ثانوية. أنا خريج فلسفة وبدون براشيم قاطيني بقلعة وادرين أدرس أول ابتدائي. عفية الشاطر. يلا ماما نعيد جدول الضرب للمرة الخامسة. 3 × 3 كم؟ 9. 6 × 6 كم؟ 36. عفية الشيخ نعيد مرة ثانية. خلاص يما ولا حافظ. بس أنا قلت نعيد مرة ثانية سمعت؟ إن شاء الله يما. بس يا أم حمود أنا أعتقد إن كفاية كذي. يا أبو حمود بما أن الإعادة فيها إفادة وحيث أن التكرار يعلم الصغار فأنا شايفة إني أعيد لأحسن. نعم نعم يا أم حمود أنت دائما صح وأنا أتفق معاك في الرأي. والله درر يا أم حمود درر. شلون الدراسة معه؟ ما يخالف حبيبي الله كريم. أنا لو أعرف أقرأ وأكتب كان ساعد. سلوم ما شفني قاعد أغير تاير السيارة؟ إيش فيك قاعد كذي؟ ما تقوم تساعدني؟ واللي وبعدين مع هالدراسة اللي ما تخلص أنت الحين ريال لازم تساعد أبوك. أدري إنك ياهل بس لازم تتعلم شلون تصير ريال، الدنيا ما ترحم يا ولدي. الله يهداكم بس ايش حقه صارخون؟ ما يخالف يا سلوم يا ولدي، روح غير التاير مع ابوك. وبعدين لا رجعت اذاكر مره ثانيه، ما فيها شيء بعد عمري، يلا حبيبي عفي على الشاطر. وسلوم ما تبي اسوي لك كلاس شاي يعد الراسه؟ قريبه، احنا عندنا شاي وانا ما ادري. لا بس انا راح اغلي شويه ماي. وحط عليه شكر ونتخيل انه شاي بعد شو نسوي؟ طبعا مو اخذ دينارين ناخذهم ولدك هذا؟ وداهم حق الاستاذ ماله. يلا يلا روح الجيران يلا ما تشوف لنا ليه ورسلف قم. اطلب الله انك سلف. اه يا حسوس ذبحنا هالمدير كل يوم ملفات مراجعين رايحين مراجعين جايين ناخذهم معاه
البيت شوفيهم قدامك. تشوف ايش صار فينا اليوم الصبح مع روحة الدوامات، زحمه وخار ولويه، لفوا كل هذا كومبريسر مكيف طنك. يما يما ابي ادرس ورا امتحان باكر. وهي بعد عمري عمرك يا وليدي. اقول تدري شلون؟ خلي ذاكر وامشي هناك بالمطبخ نتحضر على كيفك. كويت. هاي يما ما خلصت من دراستك؟ ماما اقول بكره. يا اخنا رشا. وش مش فيك على خطك تشوت فيها؟ يما خذيها معك الله خليك. انزين يا ولادي نرباك على نفسك وطرس عدل وطرش ابوك الحين يبي كاكاو ونجوم. ماما ابي كيك. اروح احطين بوكيمون. لا ابي كيك.